نفسي اتعلم الصبر اكتر، متعصبش خالص. اهلا واضح، ازيكم عاملين ايه؟ انا سلمى ابو ضيف. ممكن مامتي كانت بتنزلني تستنى معايا باص المدرسة، يعني بفتكرها كتير الموضوع ده. لما كان الجو بيبقى ساقعة كانت بتاخدني كده تدفيني لحد ما الباص يجي. في 2019 انا عملت سكاي دايفنج بونجي جامبينج، فاخر حاجه كنت عملتها كانت كليف جامبينج من حته يعني يوجوالي الناس مش بتنط منها، كانت حته مرتفعه جدا، ونزلت وقعت في المايه في حته شالو، فحصل لي فراكتشر في التيل بون، واضطريت ثاني اعمل علاج طبيعي فتره طويله وانام على ظهري 3 اسابيع. من ساعتها باخد بالي اكتر. لا، مش هرجع اغير حاجة في حياتي، عشان كل حاجة انا مقتنعة اني وصلت لها النهاردة، حتى لو حاجات وحشة حصلت لي it made me who I am today. يعني فمحبش اني اغير حاجة. اكتر حاجة بخاف منها اني ابطل افكر في المستقبل كتير، فعايزة ما افكرش في المستقبل كتير وابقى في البريزنت مومنت اكتر. نفسي ابقى عندي في مصر الجرأة اني البس اللي بعرف البسه وانا مسافرة، يعني حاجات مجنونة اكتر. نفسي اتعلم الصبر اكتر، متعصبش خالص. يعني ان انا مبقاش متعصب، والله يعني بقيت اهدى شويه، ماما بتقول لي كده. كشري او سمك؟ هقضي مع عيلتي واصحابي اللي انا بحبهم مقربين ليا، نتجمع كلنا في مكان، ممكن ناكل، ممكن يعني حابة ان يبقى بضحك يعني ونهزر، نقعد على البحر سوا، يعني يبقى في مكان حلو مع ناس بحبها. مين انا فعلا؟ كنت فين قبل كده؟ رايحة فين بعد كده؟ يعني دي أسئلة دايما بتدور في دماغي، وأكيد بتدور في ناس دماغ ناس كتيرة قوي. شكرا، واضح.